لم يفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو الجيش بالوعود التي قطعوها من خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 156 يوما. نتنياهو حدد 3 أهداف رئيسة للعملية البرية، وهي تحرير المختطفين لدى حماس والقضاء على قدرات حماس العسكرية وضمان أن لا يشكل قطاع غزة أي تهديد مستقبلا. وفي موازاة هذه الأهداف تظاهرات يومية للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين ومطالب متكررة وجديدة بانتخابات مبكرة. أما مستوطنات غلاف غزة فهرب منها سكانها ويشكلون الآن عبئا ماليا على الحكومة التي تحاول إقناعهم بالعودة. إذن ما هي ذرائع نتنياهو لتخفيف الضغط الشعبي والسياسي؟ بالتأكيد مدينة رفح جنوب القطاع التي نزح إليها معظم سكان القطاع، وسوف أو سوق أيضا نتنياهو بأنها البلد الأخير لكتائب حماس الأربعة المتبقية، وبها سيتحقق النصر. لكن هل ذكر شيء بخصوص الأسرى لدى حماس؟ لكم بكلمات واضحة إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد جميع كتائب حماس في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك رفح، آخر معاقل حماس. من يقول لنا ألا نعمل في رفح يقول لنا اخسروا الحرب، وهذا لن يحدث. السؤال الكبير الآن على جدول أعمال المستوى السياسي الإسرائيلي والأمني: العملية في رفح التي كثر الحديث عنها في الأسابيع الأخيرة. القناة 12 الإسرائيلية طرحت أسئلة كثيرة واعتبرت أن بدء عملية رفح يعتمد من بين أمور أخرى على التقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، كما أشارت إلى أن المستوى السياسي لم يقرر بعد ما إذا كانت العملية في رفح ستتم. لكن السؤال التالي: ماذا بعد رفح؟ القناة الإسرائيلية قالت أن عملية رفح سيكون لها وزن لأنها آخر معقل لحماس، وأشارت إلى محور فيلادلفيا أيضا وإلى مصير معبر رفح الجديد كما وصفته، على اعتبار أن هذه الأهداف ستكون جزءا من سيناريو اليوم التالي في قطاع غزة. ووفق القناة فالعملية في رفح تتطلب مناورة عدد كبير من المقاتلين في الميدان، كما تحتاج إلى نقل قوات إضافية إلى تلك المناطق التي تناور حاليا في القطاع وتنسق أو تنسيق مستمر مع الأمريكيين. لكن هناك سيناريو يقترح الآن أو يقترح المستوى السياسي تحديدا، سيقرر عدم توجيه الجيش الإسرائيلي للمناورة في رفح، وعوضا عن ذلك سيتم تنفيذ عمليات ميدانية في المدينة لكن في محور فيلادلفيا وفي معبر رفح وفق القناة 12 الإسرائيلية.